عليكم خوتي وخواتاتي والاميمات، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم غنترك معكم الطريقه ديال تحضير الكالامار، فهو كيجي مقرمش بحال ديال المطاعم كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي زوين بزاف. ها انتم القرمشه وكيجي طري من الداخل. وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد. اليوم غنتشارك معكم الطريقه ديال تحضير الكالامار او السيبيا اللي متوفر عندكم. ودابا نبدا على بركه الله ندخل الاصبع ديالي ونخرج بحال هكذا. صافي نفرغوه من الوسط. صافي كنقطعوه بحال هكا وهذا كنرميوه وكنضغطو بحال هكدا وكنقطعوه. وكذلك كنحيدو هاد العيون ونحيدو الاخرى. ونحيدو الجلده. صافي ونغسلو. صافي نبدا نحيد له هاد الجليده هادي بالموس. صافي وكنحاولوا نقلبوها، كنخشيو الاصبع ديالنا بحال هكذا. باش نقلبوها صافي ونغسلها. ودابا بعد ما غسلتها غنعاود نقلبها نردها كيف ما كانت. كنخشي الاصبع ديالي هكذا صافي. فحنا هادو ما كنرميوهمش، حتى هما كنقليوهم او كنطرفوهم نصاوبو بهم شي حاسه او اي حاجه. صافي فهادي غسلتها ياد من قبل، خليت هاد الوحيده غا باش نوريكم الطريقه ديال التنظيف. ونقطع، نحاول القطع يكونوا متساويين. ساكن
كما كتلاحظوا معايا غنعصر الحامض كنعصر الحامض فوق منه كامل. ودابا جبت البابي وغنبدا ننشف الكالامر اللي عندي، القطع ديال الكالامر نبدا ننشفهم مزيان باش كيعطينا ديك القرمشه. كنحاولوا ننشفو صافي، ونستمر بنفس الطريقة. نحاول ننشفهم مزيان. ودابا ناخذ القطع ديال الكالامر اللي عندي ونضيف فوق منهم شويه ديال الملح على حسب الذوق. نضيف القليل ديال بودره الثوم في البابريكا صافي، ونبدا نشرمل القطع اللي عندي. ودابا كنجيب واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق الطحين الابيض وغنضيف فوق منهم النشا باش كتعطينا القرمشه بحال ديال المطاعم. كنزيد معلقه كبيره ونخلطها مزيان مع الدقيق، فهذا هو السر اللي كيعطينا القرمشه اللي كتكون في الكالامار كيكون مقرمش من على برا. صافي، وكنبدا ناخذ الحبات ديال الكالامر وكنلبسوهم بالدقيق مزيان. صافي، نستمر بنفس الطريقه نلبس الكميه كلها اللي عندي وبقاو معايا. ودابا بعد ما سهلت كيف ما كتشوفوا معايا لبست الكالامر اللي عندي بالدقيق ونشا صافي، فانا وضعت الزيت في المقله باش يسخن. صافي يسخن وغنقليوه على عافيه متوسطه وهانتوما معايا. ودابا غنشوف الزيت ديالي واش سخن. صافي فهو سخن وكيعجبني انني نوضع واحد طريف ديال الحامض، فهو ما كيخليش ديك الريحه ديال الحريق ديال الحوت في الدار. المهم زوينه كنديرها دائما. ما يا رب ما انا قال اهتياج الله سنه قال سنه قال.
ما ساليت من القلي كيف ما كتشوفوا معايا، فهو كيجي رائع بزاف. الكالامار ديالنا بعد ما تقلى كيجي مقرمص وكيجي رائع. ها نتوما هو كيجي مقرمص، وغنقطع لكم وحيده تشوفوها، كيجي لذيذ بزاف ومقرمص، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. فجربوه، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، ودابا كنقول لكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.